ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هنكمل باقي دروس ماتلاب. اول حاجه ديت غرفه، تمام؟ طيب التاسك اللي عندنا ايه؟ التاسك اللي عندنا بيقول لنا اعمل لي كشافات ووزعها في الغرفه ديت، وخلي 25% من الكشافات ديت كشافات طوارئ. وبالتالي انا مثلا ديت غرفه يعني مربعه مثلا، فهعمل لها كشافات 60 في 60، تمام؟ اروح مثلا اعمل كشاف اللي هو ريكتانجلر، احط نقطه واكتب براها على الدايمنشن بالشكل ده. سوري، 60 في 60 بس كده يا جماعة. طيب ده كده الكشاف التاني. ممكن أعمل له مثلا إن هو يعني بيبقى شكله، ممكن أعمل له لاين كده أهو، الحتة دي لحد الحتة دي بس كده، وأروح جاي عامل بلوك كامل الكشاف ده بي، وأكتب عليه مثلا لايت إن هو يجي اتش دي، وأحط البيك بوينت أخليها هنا مثلا وأضغط أوكي، تمام؟ ده الكشاف بتاعي. طيب هنهشر بس المكان ده. طب خلينا بس نوزع الاول. اول حاجه انا هاخد ده اعمله نسخ، نسخ يعني سي او، واحط النقطه ديت كبيز وابدا احرك واحط الكشاف بتاعي في الغرفه بتاعتي، واحد هنا مثلا، وارجع اخد ده احد اعمل ديت وارجع اخد ده وانسخه اهو بالشكل ده كده، وانزل تحت احط كمان واحد هنا. طيب كمان في واحد برضو هاخد ده مثلا انسخه واحطه هنا، تمام كده. انا عملت كشافات. كشافات يا جماعه، الكشاف ده عباره عن 60 في 60. هو التاسك بيقول لي خلي نسبه 25% من كشافاتك طوارئ. وبالتالي يعني ايه طوارئ؟ طوارئ يعني كشاف عليه حته خضراء كده. انا ممكن مثلا اروح على الكشاف ده واعمل له هاش بالشكل ده، واختار اللون ده اخليه اخضر، وأقشر الحتة دي بس أصغر ديت أخليها مثلا 5، أو طبعا هو بالشكل ده كده، وأعمل كلوز هاش، تمام. يبقى أنا وزعت الكشافات بتاعتي وعملت تهشير لواحد فيهم، وده بيعرفني بيقول لي إن ده كشاف هستخدمه في الإمرجنسي أو الطوارئ بعد كده. طيب دلوقتي تخيل إن أنا شغال على لوحة كبيرة أو مبنى كبير يعني ضخم، وعاوز أعمل تعديل على كشافات معينة. يعني مثلا الكشاف اللي ده رحت على الليجند. يعني ايه الليجند؟ بص احنا شغالين بكتالوجات. الكتالوج مثلا بروح اخش عليه اقول له من فضلك انا عاوز كشاف 60 في 60، فالكتالوج بيقول لي خد اتفضل الكشاف بتاعك اهو. فافترضنا ان الكشاف بتاعي اللي الكتالوج عمله بقى بالشكل ده، بقى بالشكل ده، يعني لقينا فيه خط هنا، بصوا يعني ساعده مثلا او اكسبلود، خليك معايا بس امسح ده. بعد كده اعمل له دايره، فاكرين التاسك بتاع الفيديو اللي فات؟ هنعمله تاني النهارده ان شاء الله، اكتبه عشان ما انساش. في دايره هنا هي مثلا انقلها خليها في مركز الشكل، هي كده، وارسم مثلا لاين واروح اعمل تريم بالشكل ده، واروح اهاش المنطقه اللي في النص دي بلون عادي، لون اصفر، خليها مثلا ديت 3 بس كده، واعمل كروس، تمام. قال لي فاو زي ما اتفقنا يا جماعه. رحت انا على الليجند، طبعا برضو انا محتاج اعمل اوفست عشان اخليه شكله لطيف بس كده. ده شكل الكشاف بتاعي. الكشاف ده ممكن اعمله تكست هنا، احط 3 نقط واكتب عليه 60 في 60، وهو كشاف مثلا ممكن تبدو 100 واط بس كده، واضغط سكيب. طيب معلش يا جماعه، هكتب التكست تاني واعمل 3 نقط واكتب عليه 60 في 60 و100 واط واعمل سكيب.
بروح على النص ده علشان اصغره، بضغط كنترول واحد، اخلي الهايت بتاعه خليه كام، 100 او 300 بالشكل ده، واقفل البروبيرتيز واعمل له موف واحطه تحت الكشاف. كبير، معلش اروح اعمل له تاني تعديل واخليه بس ايه 100 بالشكل ده، اعمل له موف واحطه هنا اهو. رحت انا في الليجند، الليجند ديت زي ما اتفقنا بيبقى عباره عن جدول بيوضح لي فيه كل الكشافات بتاعتي وكل حاجه انا بستخدمها في البروجكت اللي انا شغال عليه. فهو في الليجند عامل شكل كشاف كده، تمام. فاول حاجه وانا تخيل ان انا مثلا عملت الكشافات بتاعتي بالشكل ده، يعني ده الشكل الاصلي من اهو، ده الشكل الاصلي بتاعي، وانا عملت الكشافات بتاعتي بالشكل ده، فعاوز اخلي كل الكشافات اللي انا حطيتها على اللوحه بتاعتي احولها من الشكل ده للشكل ده. بعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه ان ده بيبقى بلوك عندي، يعني ده كده الكشاف كله بيبقى موجود عندي بلوك اهو، 60 في 60 لايت ال اي، تمام. وعامل البيك بوينت ليه مثلا في الشكل ده او السنتر بتاعه، اوكي تمام يا جماعه. فده كشاف اللي هو موجود في الليجن، فانا المفروض اروح استبدل الكشاف ده، الكشافات ديت كلها احط مكانها مين الكشاف ده. بعمل الكلام ده ازاي؟ اول حاجه لو انا عاوز احدد كل الكشافات الموجوده عندي في اللوحه، هل هروح على كل كشاف واحدده كده واقعد ادخر؟ لا، انا بحدد واحد بس واضغط كليك يمين وانزل على سيلكت سيميلر، بيحدد لي كل الكشافات بتاعتي اللي انا اشتغلت عليها قبل كده، تمام. واقوم جاي عامل ايه؟ واقول له ديليت، بمسحها، تمام. امسح لي كده، تمام. بعد كده ابدا اخد الكشاف بتاعي ده واقوم جاي عامل نسخ من هنا، واقوم جاي حاطه في الشكل بتاعي واحد اهو، وارجع اعمل له نسخ، بس اعمل اورس مود علشان يعمل لي نسخ على ايه، بشكل افقي وبشكل راسي اهو. وهحط الطوارئ، والطوارئ مثلا ان هو ده اهو، ده الطوارئ. الطوارئ بعمل ايه في الطوارئ؟ بيبقى فيها حته خضراء، فممكن اقوم جاي عامل هاش بالشكل ده وحاطط علامة خطر هنا مثلا بالشكل ده، يعني حاجة تعرفنا إن ده كشاف طارئ emergency، تمام. فكده أنا عملت أو وزعت شكل الإضاءة بتاعتي، حلو. طيب كده أنا عرفنا إزاي بنهشر الكشافات، وعرفنا إزاي أنا بقدر أحدد كل الكشافات مرة واحدة بسلكت سيميلر. تاني يا جماعة، أنا بروح أقف على دي وأضغط على سلكت سيميلر اللي هي ديت، بيحدد لي كل الكشافات بتاعتي مرة واحدة. طيب الخطوة اللي بعد كده إيه هي؟ إن أنا مثلا عاوز أعمل تعديل، عاوز اعمل تعديل، يعني عاوز احط الكشاف ده احط فيه حاجه كده، يعني مثلا الحته ديت، بص معايا كده، عاوز اخلي مثلا الحته ديت متهشره باللون الاصفر زي ده في كل الكشافات مره واحده، مره واحده، ما اروحش على كل كشاف برضه وهشره. فبعمل ايه؟ بروح على الكشاف اللي هو ده واضغط بي اي، يعني بلوك اديتور، تمام، وحدد اسم الكشاف بتاعي اللي هو 60 في 60 واضغط اوكي، بيفتح لي صفحه تانيه فيها شكل الكشاف بتاعي، اروح اعمل له هاش اتش واختار اللون الاصفر واعمل هاش للجزء اللي انا عايز اعمل له هاش، تمام. بعدها بضغط عليه، بضغط على كلوز هاش، وبعدها بضغط على كلوز بلوك اديتور فين دي الحاجات اللي انا عايزها. خدتوا بالكم؟ لقيت كل الكشافات بتاعتي، التغيير اللي انا عملته على كشاف واحد تم في باقي الكشافات، يعني بصوا ده اتعمل وده اتعمل اهو، ده اتعمل وده اتعمل وده اتعمل وده اتعمل، تمام. يبقى انا كده لحد دلوقتي اتعلمت ازاي انا بعمل تهشير للكشافات واعمل بلوك اديت. طيب بعد كده يا جماعه ازاي بقى انا انا بعد لما عملت الكشاف ده بلوك بالشكل ده، رجعت سلمت المشروع بتاعي، فالاستشاري قال لي لا انا عاوز الكشافات بتاعتك الحته دي تتمسح، بصوا الحته دي هو الخط ده والخط ده والخط ده والخط ده يتمسح، يتمسح او بلاش بلاش الخط ده، يعني عاوز بس منك تمسح لي الخط ده كده، الخط ده عاوزك تمسحه. طيب فانا لو رحت احدد واحد بلاقي احدد مكان معين بلاقي الشكل كله هذا ايه وان بوت، فبعمل اكسبلود، بفنكر البلوكات بتاعتك، بكتب اكسبلود بالشكل ده بس كده، بلاقي هو عمل لي شكل لبره از ريكتانجلر لوحده، واللي جوه از ريكتانجلر لوحده،
وده خط لوحده وده خط لوحده وده خط لوحده وده خط لوحده. فلو عايز اشتغل امسح حاجه معينه، امسح ده مثلا يمسح لي ده بس، عاوز امسح ده مثلا يمسح لي ده ويسيب الباقي زي ما هو. تمام، ده كده ايه كلمه او اكسبلور، وظيفه اكسبلور. طيب نرجع تاني. طيب بعد كده في حاجه يا جماعه اسمها لينيات، انا تقريبا ما اعرفش قلتها في الفيديو اللي فات ولا لا. يعني ايه لينيات؟ يعني انا مثلا ده كشاف، الكشاف ده بعمل له بالسلك اللي جاي ليه. طبعا في فرق ما بين سلك وكابل. السلك يا جماعه اللي هو اللي بتوصل بيه الكشافات في البيت، اللي هو من الاخر كده حته نحاس اهو، حته نحاس من جوه، وعليها حته عزل، حته نحاس من جوه عليها حته عزل من بره. تمام، وهو طالع من هنا بس كده، ده السلك. اما الكابل، لا الكابل بيبقى معزول، تبدا تحدده هل هو بي في سي ولا اكس بي ليه، هنعرف الكلام ده قدام ان شاء الله. المهم انها دلوقتي زي ما اتفقنا ان الكشافات بتاعتي السلك اللي جاي ليها بيبقى موجود في ماسوره، الماسوره دي اسمها كوندويت، الماسوره دي اسمها كوندويت اهو. تمام، الماسوره اللي انا شغال عليها دي اسمها ايه؟ كوندويت. طيب الماسوره دي بتبقى مثلا 20 مللي مثلا ماشي فيها، ماشي كده، والسلك او الكابل بتاعي بيمشي جواه، الكابل ماشي جواه. تمام، ديت الماسوره. طيب فالماسوره بتمشي فيها سلك، السلك ده بيبدا يخش على الكشاف ده ويخلص او يطلع من الكشاف ده، يروح على الكشاف التاني، ومن الكشاف التاني على الكشاف التالت، وبعد كده اروح اوصله باللوحه بتاعتي، في لوحه بتاعت اضاءه اروح اوصله عليها. تمام، طيب فاحنا دلوقتي عاوزين نعمل ايه؟ هقول لك عاوزين نعمل ايه. اول حاجه عايز اعمل، فتخيل وانا بعمل اللينيات بتاعتي كان عندي مثلا ماسوره ماشيه كده، يعني انا اسف، ماسوره ماشيه كده وماسوره تانية لونها مثلا اخضر ماشيه كده. تمام، شكل الماسورتين انا بطبع اللوحه بتاعتي جري زي، يعني زي ابيض بس حاجه زيها، يعني هنتعلم ازاي نطبع والكلام ده. فهل اخلي الماسورتين قاطعين بعض كده في اللوحه بتاعتي؟ طبعا استشاري هيقول لي روح، فما ينفعش. لا، باجي على ماسوره الخط ديت واعمل لها بريك، بريك من هنا كده، والحته ديت همسحها علشان الراجل اللي هيشتغل تنفيذ هيمسك اللوحه بتاعتي يفهم الكلام ده. طب ازاي بقى بقدر اعمل الكلام ده بماتلاب؟ فتاني انا مثلا عندي لاين اهو ماشي كده، وعندي لاين تاني خليه مثلا باللون الاحمر ماشي كده. تمام، عاوز اشيل حته من اللون الاحمر ده. تمام، اشيلها ازاي؟ بستخدم امر اسمه بريك، بسلكت اوبجكت، بصوا نقطه اهي، واستخدم امر تاني وحدد النقطه دي. تمام، يبقى تاني امر بريك، تاني هرجع تاني عشان نتعلمه مع بعض. امر بريك يا جماعه اختصاره بي ار، واضغط انت بحدد الشكل اللي انا عاوز امسح منه كله اهو، هو ده، واروح جاي محدد نقطه، هو بيحدد لي نقطة، فبمسح مثلا عند النقطة دي. تاني بي ار او بي ار تاني، امسح ده برضو. بس كده يبقى بريك يا جماعة يعني بيكسر، بريك يعني بيكسر الخط. يعني بصوا النقطة ديت ممكن أنا أعملها أرميها بإيه أهي. تمام، إزاي أنا بكسر الخط ده؟ ليه حاجة زي كده؟ أقول لكم حاجة، أنا استخدمت أمر بريك صح؟ بعد كده هستخدم أحط مثلا لاين هنا أهو، عاوز أخلي اللاين ده يروح الناحية التانية، عاوز أخلي اللاين ده يروح الناحية التانية. طب أنا هعمل إكستند، عاوز اخلي الحته ديت تروح الناحيه التانيه، فاستخدم الامر اللي هو ميرور، واحط ديت البيز بتاعتي اهو، واحرك الماوس يمين او شمال لحد ما يظهر معايا الخط ده، واقول لي عاوز امسح الجزء التاني منه، اقول لا ما امسحش حاجه. بعد كده هروح استخدم امر ترين واعمل تحديد لكل ده، واضغط انتر وامسح الحته دي والحته دي بس كده.
تمام وابدا اكمل عادي. يبقى تاني يا جماعه ايه الحته اللي انا عملتها دي؟ الحته ديت اسمها بريك. بريك ديت علشان اوضح الاستشاري ان مثلا الخط ده هو عباره عن ماسوره، ماسوره فيها سلك تمام رايحه تغذي غرفه معينه. طيب والخط التاني ده برضه ماسوره فيها سلك ورايحه تغذي غرفه تانيه مختلفه عن الاولى، وبالتالي ما ينفعش اخلي الماسورتين بيعملوا في بعض. يعني بيعملوا في بعض، يعني ما ينفعش اخلي الماسورتين يقطعوا بعض على اللوحه بتاعتي. زي اتفقنا الاستشاري هيقول له روح، ما ينفعش اخليهم كده كده. لما انضغ اللوحه الاستشاري او المهندس التنفيذ هيفهم ان الماسورتين فاتحين على بعض، فانا مش عاوز اعمل كده. فبعمل حاجه اسمها بريك. البريك هي بستخدم الامر اللي هو بي ار اول حاجه، او بلاش بي ار، يعني بلاش بي ار، اعمل لي لاين بالشكل ده ويحط لي خط كده اهو. ممكن اعمل له ميرور اهو بالشكل ده تمام. وعاوز احط تاني، عاوز اعمل له ميرور الناحية التانية بالشكل ده، وبعدين اروح اعمل ترين بس كده. يبقى كده انا عملت بريك عندي. طيب ده مفهوم البريك، ولكن كلمة الامر اللي هو بريك، الامر اللي هو بريك بيكسر الخط، يعني الخط ده قطعة واحدة. فممكن انا استخدم بيورن واحط نقطة هنا، احدد الشكل الاول التاني، استخدم بيورن احدد الشكل بتاعي واحط نقطة فيه اهو، بلاقي كسر لي حتة من الخط تمام. فده كده مفهوم امر بريك، واتعلمنا ازاي اعمل انا البريك. طيب بعد كده هناخد امر تاني وهو خاص بالاريا. يعني ايه الاريا؟ يعني عاوز اعرف مساحه الغرفه اللي انا شغال عليها دي، عاوز اعرف مساحه الغرفه اللي انا شغال عليها دي. فبستخدم بكتب اريا بالشكل ده واضغط انتر، بيقول لي حدد المبنى او المكان اللي انت عاوز تعمل مساحه عن طريق النقط. فابدا بالنقطه ديت، اروح على النقطه الثانيه، بعدها النقطه الثالثه، بعدها النقطه الرابعه، واخلص واضغط انتر. بلاقي تحت هنا او قال لي الاريا بتاعتك بالشكل ده اهو. نحاول يعني اعمل زوم، يعني بلاقي تحت هنا كتب الاريا بتاعتك كام؟ 1 3 7 3. المهم ان انا بشيل من هنا المفترض يعني اشيل 6 اصفار، فهي 137 متر تمام. ليه؟ لان الرقم ده بالملي، وكمان المساحه متر مربع، اذا هي ملي متر مربع تمام. نرجع تاني نكمل كلامنا. طيب كده انا عرفت ازاي انا بستخدم الامر اللي هو بتاع الاريا عشان لو عاوز احسب مساحه حاجه معينه. بعد كده يا جماعه ازاي انا بعمل سكيل؟ يعني ايه سكيل؟ اقول لكم يعني ايه سكيل. بص عليه، انا ممكن اعمل مستطيل زي ده واعمل له اوفست واخلي المساحه بتاعتي مثلا 400 واطلع بره اعمل لي حاجه بالشكل ده. بص عليه، شفت المستطيل الصغير ده؟ شفت المستطيل الكبير؟ لو انا عاوز اخلي المستطيل الكبير ده ارجع احطه اخليه هو نفس المستطيل الصغير، يعني ايه برضو؟ بصوا عاوزين يعني عاوزين نفهمها على حاجه تانيه. هاخد موفلي ده واحطه هنا تمام، وهرسم ريكتانجلر تاني اهو بالشكل ده. عاوز اخلي حجم او السايز بتاع المستطيل الاحمر هو هو السايز بتاع المستطيل الابيض اللي هو ده. فبعمل ايه؟ بستخدم امر اسمه سكيل، وبحدد الشكل اللي انا عاوز اعمل له سكيل اهو، واضغط ان بحدد بيس بوينت اهو. بعد كده باخد بضغط تحت هنا على ريفرنس، يعني شفت الماوس ريفرنس، فبيقول سبيسيفاي لينس، ببدا احدد طول الضلع ده مثلا نقطه ايه ونقطه ايه. طيب البوينت بيقول لي حدد البوينت بتاعتك، فبروح اضغط هنا ضغطه وهنا ضغط بالشكل ده. طيب يا جماعه نرجع تاني. دول شكلين مستطيلين، انا عاوز اعلي حجم المستطيل الاصفر هو نفسه حجم المستطيل الابيض ده، فبستخدم الامر اللي هو سكيل. طيب بستخدمه ازاي سكيل ده؟ بكتب اس سي انتر، بحدد الشكل اللي انا عاوز اعمله سكيل بالشكل ده واضغط انتر. بعد كده بيقول لي البيس بوينت بتاعتك اللي هو النقطه دي مثلا، وبعدين اكتب ار او اضغط على الريفرنس اللي تحت دي واحدد الطول الضلع ده مثلا نقطه اهي ونقطه اهي. بعد كده بضغط بي واحدد الطول الجديد والعرض الجديد، يعني مش الطول العادي لا، نقطتين جداد. بروح على الشكل الاصلي، اضغط هنا ضغطه وهنا ضغطه بالشكل ده. وبالتالي في الحاله ديت خلى المستطيل ده، يعني حتى لو رحت عملت نقل هنا موف وحطيته فوق ده، هلاقيه نفس اللي هو ايه الطول بتاعه اللي فوق تمام. طيب لو عاوز نفس العرض بتاعه
لو عاوز نفس العرض بتاعه فبعمل سكيل تاني وبحدد الشكل بتاعه، بحدد الكورنر بتاعه وبعمل كده، بضغط على ريفرنس وده حدد النقطتين اللي هي اليمين والشمال او اللي فوق بعض دي ودي، وبعدين اضغط بي، وبعدين اروح احدد الطول الاصلي اللي انا عايز اخليه زيه، النقطه ديت مثلا والنقطه دي بس كده. بقى الشكل اللي هو الاصفر ده هو هو نفسه ال ك ك طول طول العرض بتاعه هو هو عرض المستطيل التاني. يعني عارف انت دلوقتي عملنا هنا اهو حطيناه فوق ده، بنلاقي الاتنين زي بعض بالظبط في اللحظه دي، بنلاقي عرض ده هو هو عرض ده. تمام، ده كده سكيل. طيب يبقى الفرق ما بين سكيل او ايه لازمه سكيل، هقول لك ايه لازمه سكيل. ان انا مثلا رحت عملت كشاف، الكشاف ده مثلا يا جماعه التيك في 60، رحت انا نقلته من لوحه تانيه كان الكشاف ده 120 اهو 120 120 حاجه بالشكل ده، كشاف صغير وانا عاوز اخلي الكشاف ده هو هو كشاف كبير، فبستخدم سكيل، بحدد بيز بوينت عندي واروح احدد الريفرنس بتاعك اللي هو حدد النقطه دي والنقطه دي، وبعدين اضغط بي، اكتب بي يعني، وبعدين اروح احدد طول العرض الجديد اللي هو اللي انا عاوز اخليه زيهم بقى، النقطه ديت والنقطه دي بس كده، فبدا يعمل لي كشاف بالشكل ده. تمام، الكشافين قد بعض بالظبط. تمام، الحته دي على فكره اقسم بالله مهمه جدا جدا جدا، فناخد بالنا منها. طيب كده خلصنا امر سكيل. طبعا ممكن اعمل سكيل بقى ان انا اضرب رقم، يعني ايه اضرب رقم؟ يعني مثلا انا معايا ده مستطيل وده مستطيل، صح؟ عاوز اخلي المستطيل ده قد ده مرتين، فبكتب اس تي، هو بيسالني بيقول لي سبيسيفاي بيز بوينت، معملها دي بيقول لي سكيل فاكتور، السكيل فاكتور بتاعك بكام؟ ب2 مثلا اهو. يبقى انا عملت المستطيل الاصفر ده، الاصفر ده خليته قد الابيض ده مرتين. تمام، طيب لو عاوز ارجع تاني بعمل كده اس سي، انا عملت وحدد البيس بوينت انا عملته كام مرتين، فهيبقى نص بقى نص، هرجعه زي ده تاني. تمام، ده كل ما يخص امر سكيل، مفيش حاجه ما قلناهاش في سكيل، قلنا فيها كل حاجه الحمد لله. طيب دلوقتي انا اشتغلت خلصت شغل، تمام، اهم حاجه من الشغل تظبيط الشغل زي ما بيقولوا، فبعمل ايه؟ دايما اتعود ان انا هنا شغال على لير واحد، في حاجه اسمها لير. يعني ايه لير؟ دلوقتي انا بشتغل على اوضه، بشتغل على الحيط بتاعها وبرسم الشبابيك والبيبان وما اعرفش ايه والكلام ده، انا عاوز اخلي الحيط والحاجات دي على لير، على حاجه لوحدها وكشافات على حاجه لوحدها. يعني ايه؟ بص كده، انا بس هروح اضغط على لير في فيرت التليفون دي، تمام، وبعد لما اضغط عليها يفتح لي الحاجه دي، اضغط على العلامه اللي فوق دي اللي هي نيو لير، واعمل لير جديده مثلا اصفر بالشكل ده، واروح اخلي الاسم بتاعها اخليه مثلا كشافات، فاكتب ال اي جي اتش دي است يعني. تمام، واقفل دي، عاوز اخلي انقل الحاجات دي كلها للكشافات بتاعتي، فبروح احدد ده كده واعمل له سيلكت سيميلر بالشكل ده، واقوم طالع فوق وجايب على اللاين بس كده. طبعا اتغير لونه، ليه اتغير لونه؟ علشان انا مغير لون اللير ديت مخليها بالشكل ده. لو عاوز بص بقى، بص وظيفه اللير، تخيل ده انا دلوقتي رجعت هشتغل تاني في شكل الحيط وهشر الحيط بتاعتي، فانا مش عاوز الكشافات تظهر عندي في اللوحه، بعمل ايه؟ بروح على اشوف الكشافات موجوده على انهي لير، على اللير ديت، واضغط على اللمبه دي اهو، بلاقي اللي الكشافات اتمسحت من عندي. طب عاوز ارجع بضغط على اللمبه دي تاني بالشكل ده. تمام، لو عاوز اقفلها بضغط على اللوك. يعني ايه اقفلها بقى؟ اقفلها يعني ما يعني لو مسحتها او عملت فيها اي حاجه ما ياثرش فيها. تمام، ده الفرق ما بين اللير، هنفهم اللير اكتر ان شاء الله في الكورس باذن الله. يبقى انا كده عملنا لير، يبقى احنا في الفيديو ده لحد دلوقتي اشتغلنا على السليكت سيميلر، اشتغلنا على البلوك اديتور، اكسبلود، بريك اريا، سكيل، لير. في حاجه تانيه بقى، هي دلوقتي تخيل انا برسم دايره، برسم دايره ب الشكل ده، تمام، دي دايرة، ورحت ارسم واحدة تانية بالبرنامج ولقيتها عاملة كده، اهي لقيتها عاملة كده، امسح دي، لقيت الدايرة يا جماعة عاملة كده، عاملة كده، دي دايرة، هي يعني المفروض ان هي تبقى دايرة كده، ولكن لا هو عملها لي كده بالشكل ده. فعلشان ارجع الدايره من الشكل اللي هو عامل زي السداسي الدايره الاصليه، بستخدم شويه حاجات بسيطه هنقول عليها في الفيديو ده.
طيب ايه الحاجات البسيطه دي؟ بكتب بيرج او بكتب ري جينيريت، ري جينيريت. تعالوا كده نشوف الاختصار بتاعها ايه. ار اي، بكتب ار اي ار اي واضغط انتر بس كده، بلاقي كل حاجه. لو ما في حاجه مش مظبوطه عندي في اللوحه بتتظبط، يبقى ده الامر اللي هو ار اي بيعمل، او بشوف حتى انا كاتب يقول بيعمل ريفريش للوحه، بيعمل ريفريش للوحه. او حتى رسمنا بشكل تاني قال لي لو دي شكل الدايره بتاعتك ورجعت عملت لها ري اللي هو ريجنريت، بيحولها للشكل الاصلي بتاعها بالطريقه دي. طيب هنوقف الفيديو ده لحد هنا، الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم على لوحتين مع بعض، هنعمل لوحتين مع بعض ازاي. انا بقى يعني مثلا عاوز احط الاعمده، هنقلها من لوحه لوحه تانيه بنفس البيس بوينت، وهنتعلم كل الحاجات دي في التاسك الجاي ان شاء الله. مطلوب منكم في التاسك ده تعملوا لي الشكل ده، مطلوب التاسك الجديد ده تعملوا لي الشكل ده. انا عندي هنا مظبطين وفين حاطين هنا، كمان خط هنا، وفي دايرة بالشكل ده، ويتحشر لي الجزء اللي انا هعمله بالاخضر، اتحشر لي المنطقة دي والمنطقة دي، وتمسح لي الخطوط ديت، الخط ده كل حاجة عليها شفطتين يتمسح، ده كده يتمسح. طب يتمسح من اول فين لاول فين؟ اول الحتة ديت لحد النقطة دي، الخط ده ما يبقاش موجود. تمام، ده التاسك اعملوه، ولو حد عنده اي مشكلة يكومنت وانا هرد عليه ان شاء الله.